بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنتعرف في الدرس ده يا إخوانا على الـ ID. عملنا مشروع، أول مشروع لنا الدرس اللي فات، هنتعرف على الـ ID. تمام، قلنا قبل كده في النافذة الأولى قلنا نماذج من الـ ID، قلنا ده شريط العنوان، بيبقى خلي بالك في اسم مشروعك ثم اسم البرنامج اللي انت شغال عليه. ده بيبقى في معظم البرامج هتلاقي لك مايكروسوفت وورد، مايكروسوفت اكسل، مايكروسوفت اكسل، واسم الملف اللي انت شغال عليه اولا. تمام، ودي ايقونه الايه البرنامج ثم ازرار التصفع، الكلوز والايه والريستور والمينيمايز. تمام، ولو معمول مينيمايز هتعمل ايه؟ هيبقى ريستور، هيبقى ايه؟ ماكسمايز. طيب شريط الايه القوائم، وطبعا زي ما قلنا قبل كده ممكن تقدر توصل له عن طريق الت. تمام، كما هو ايه معروف عن طريق ايه الت. طبعا الت وتبدا تتحرك بالايه بالكيبورد. تمام، او تقدر تتحرك مره واحده. لاحظ اول ما تضغط الت هتلاقي تحت كل حرف شرطه، تحت الدي هنا شرطه، تحت الام شرطه، تحت الكيو شرطه، تحت التي شرطه. يعني ممكن توصل الت تي يفتح لك التولز، الت مثلا الت اف يفتح لك الفايل، وهكذا. يعني كل حرف تحته ممكن تضغط على الت ثم الان عشان توصل ايه للانالايز. هنا اضغط على ان يقول لك ايه انالايز. خلي بالك لازم تكون اللغه هنا ايه انجليزيه، لكن لو انت غيرت اللغه العربيه هتقول له مثلا الت كده ثم ان، هيقول لك لا. ليه؟ لان الان هنا بتضغط على الايه الياء اللي هي ايه الالف اللينه. تمام، لو انت قلت له مثلا على التي هتضغط على الفاء. تمام، فمش هينفع، لازم تحوله الت شيفت. تمام، او تحول اللغه الايه الانجليزيه ثم تضغط على مثلا على الام عشان يظهر لك الايه التي. اتفقنا يا اخوانا؟ تمام، يبقى كده شريط الايه القوائم. طبعا عندنا اشهر القوائم فايل اديت. تمام، وعندنا فيو، ثم باقي الايه ان الاشرطه هنتعرف عليها ان شاء الله في خضم الشرح بتاعنا. لكن انا مش بحب اشرح نقطه نقطه في الايه بالذات في الفيجوال استوديو. ثم بعد كده شريط الادوات. شريط الادوات يا اخوانا عباره عن ملخص لشريط أشرطة القوائم. يبقى أشرطة الأدوات ملخص لأشرطة القوائم. طبعا ممكن تقدر تحركها من عند النقطة دي أول ما ظهر لك الكروس ده. تمام، وفي نفس الوقت ممكن بدل ما تقول له مثلا فايل، مثلا هتلاقي مثلا عندنا هنا الأندو، هتلاقي عندك في الإيديت هتلاقي أندو أو كنترول زد. يبقى في عندك أكتر من طريقة تحدد بيهم الاختيار بتاعك. ثم بعد كده تظهر شيء جانبي هنا اسمه التولز. شيء جانبي هنا ايه؟ التولز. تمام، طيب التولز ده مش هنستخدمه الا مع الفورمز او الفورم، مش الفورمز بس، الفورمز هتلاقي مثلا عندك وانت شغال ايه السي بي دوت نت والكلام ده. تمام، ايه هي التولز؟ التولز هي بيبقى فيها التولز او الكنترولز بتاعتك. الكنترولز اللي زي البوتون، زي راديو بوتون، زي التشيك بوكس، زي الانبوت، اسف، زي التكست بوكس والكلام ده. يعني ده النموذج ده اللي انا حاطط فيه ده اسمه تكست بوكس. تمام، التكست بوكس ده اسمه كنترول. تمام، ولما مثلا تجيب مثلا ايه منيو زي دي، منيو ده اسمه كنترول، فبالتالي هتجيبه من ايه؟ من التول بوكس، فمش هنستخدمه حاليا واحنا شغالين في الكونسول. تمام، احنا قلنا الكونسول هيبقى شكله زي ما اخدنا ده بالظبط، فمش هتعرف هتحط زرار فين والكلام ده، لا. تمام، طيب نيجي نسيب الجزء ده دلوقتي، نروح هنا هنلاقي هنا سوليوشن اكسبلور. ايه هو سوليوشن اكسبلور؟ هو متصفح او مستكشف للمشروع بتاعك. خلي بالك ده مهم، متصفح للايه للمشروع بتاعك. ازاي؟ انت المشروع بتاعك اسمه ايه؟ خلي بالك المشروع بتاعك اسمه ماي فيرست ابلكيشن او ماي فيرست اب. اهو كتب لك اسم المشروع هنا ماي فيرست اب، عمل لك هنا حاجه اسمها ماي بروجكت. ماي ايه؟ ماي بروجكت. عمل لك ملف كونفيجريشن اسمه app.config. ده تلقائي بيتعمل في اي مشروع، مش شرط دلوقتي ايه نتعرف عليه او نتكلم فيه. ثم بعد كده ظهر لك حاجه اسمها موديول 1.vb. ايه موديول 1.vb؟ ايه ده؟
الموديول 1 دوت في بي يا اخوانا هو الايه، اي حاجه هنا دوت في بي يبقى زي صفحه كده، زي ايه، زي ورقه، زي ايه يا اخوانا، زي ورقه. ده حاجه اسمها بروسيجر زي ما هنتعرف عليها بعد كده، او موديول، تمام يا اخوانا، هنتعرف ان شاء الله عليها بعد كده اسمها موديول. خلي بالك لو فتحت ده هتلاقي في عندك حاجه اسمها موديول 1 تحتها حاجه اسمها المين، وهي الكلاس الاولى اللي اسمها المين، او الصب الاولى اللي اسمها الايه، المين، زي ما هنتعرف بعد كده. طيب تعال نشوف، خلي بالك بقى، اتعرفت على ده. هنا البروبرتيز، البروبرتيز مش هيبقى ليها هنا، هيبقى ليها ايه، استخدام بسيط، لكن استخدام الاكتر بقى مع الكنترولز، لان كل كنترول ليه بروبرتيز، كل كنترول ليه خصائص. ده له خصائص صح، مش ده له خصائص، حجمه قد ايه، طوله قد ايه، مكانه فين، النص اللي فيه، وهكذا، نوعه ايه، تمام، زي ما هنتعرف بعد كده ان شاء الله. طيب تمام، تعال نصغر دي كده اهو، التيم اكسلر مش هناخدها دلوقتي، تمام. طيب هنا المساحه الفاضيه دي اهم شيء عندنا، المساحه الفاضيه اللي شفت دي اللي انا بحركها دي مهمه جدا جدا جدا، تمام. طيب احطها فوق هنا كده، وهات ده كونفيجريشن احط جنبه اقفله. ده مهم جدا جدا جدا، ليه؟ كل الشغل بتاعي هنا، كل الشغل بتاعي هنا، اكتب اي كود هيظهر هنا، اعمل اي شيء هيظهر هنا. طيب خلي واحد، خلي بالك بقى، هنا قال لك ايه، موديول، الكلمه دي ليه زرقاء، وده لون مختلف، وده لون اسمر، وايه القوسين، وايه صب، وايه اند صب، واول ما احط الماوس هنا دول بياخدوا نفس اللون، واول ما احط هنا دول لبس. ايه ده، ايه ده، ايه ده، وده لون اللي اصفر هنا، ايه ده، ايه ده، انت اتلخبطنا ليه؟ مفيش لخبطه ولا حاجه. وايه موديول واحد، وايه المين، وايه، الامر سهل. انا اسالك سؤال بسيط خالص، امتى اول مره جبت الجهاز بتاعك، او اول مره جبت التليفون اللي معاك، او الموبايل اللي معاك؟ واحد يقول لي من سنه، واحد يقول لي من 3 سنين، واحد يقول لي من 10 سنين، واحد يقول لي مثلا من شهر، واحد يقول لي من شهرين، وهكذا. هل انت اول مره قعدت او فتحت الكمبيوتر بتاعك كان زي دلوقتي؟ يعني انت اول ما فتحت الكمبيوتر ممكن ايه الايقونات دي، ايه قائمه الستارت، انا مش فاهم، انا مش عارف، انا مش، وكذلك التليفون، ايه مش عارف ايه، فين الاوكي، فين اللي بيرجع، فين مش عارف، فين الاسماء، فين، وهكذا. اي حاجه بتفتحها لاول مره اللي بيسموه الايه، العاطفه البشريه تلقائي تستعجب، لازم تستعجب، لازم تتلخبط. ده شيء طبيعي، مش غلط فيك ولا فيا ولا في سين ولا في عين ولا في نون، ده شيء طبيعي. اللي انت اول حاجه بتفتحها لازم يحصل لك نوع من الاندهاش، ولازم يحصل لك نوع من الايه، ممكن توصل لدرجه الايه، الانبهار كمان، تمام. طيب انا دلوقتي ده مش عايزين نتخض من الشكل، خلي بالك، انا دلوقتي موجود في حاجه اسمها موديول واحد، في صفحه اسمها موديول واحد، في مشكله في كده؟ لا، الموديول ده خلي بالك بيبقى تحته سبز، في صفحه، او عندي، بلاش صفحه، في عندي كتاب، او مثلا ايه بيسموه رزمه، تمام، رزمه ورق او مجموعه من الورق، فيها ورقه الاولى اسمها مين، خلاص. خلي بالك الصب الموديول ده نهايته اند موديول، ما لازم اعرف بدايته، لازم اعرف نهايته، وله اسم، يبقى الموديول ثم الاسم ثم نهايه الموديول، في مشكله في كده؟ مفيش مشكله، شوف بقت سهله ازاي اهو، تمام. زي مثلا ايه عندنا، مثلا ايه، والله يا اخوانا من اول هنا البيت بتاعي، هنا نهايه البيت بتاعي، حد قال لك حاجه؟ لا، اهو من اول هنا موديول اسم البيت بتاعك، هنا نهايه البيت بتاعك، لازم تحط له حد، تمام. خلي بالك كده ما ينفعش يقول لك ايه نهايته، لاحظ هنا قال لك ايه، لا هنا خطا، بقول لك ايرور، في عندك ايرور، ايه هو الايرور؟ يقول لك ايه ده، ما عنديش نهايه، ولاحظ ده هنا يقول لك الصب، هنا في ايرور، هنا يقول لك في ايرور، تمام. يبقى لما تيجي تفتح موديول، تمام، لما تفتح ايه موديول، نموذج، لازم تقفله، تيجي تفتح صب لازم تقفله، وده ان شاء الله اللي هنتعرف عليه الدرس القادم، ايه مع، يعني ايه موديول، يعني ايه صب، ازاي اعمل نيو موديول، وازاي اعمل ايه، عشان بعد كده نعمل اول برنامج لنا اللي هو هالو وورلد، كما هو معلوم، مش هنخرج عن السياق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.